اهلا بحضراتكم من جديد. احنا لسه في تغطيتنا الحصريه والمستمره للبطوله العربيه 19 لكره الطائره سيدات والتي تقام على استاد القاهره. انتهى منذ لحظات اللقاء الاول ما بين نادي صفاقس التونسي وشباب الصحافه السوداني، وانتهى زي ما توقعنا انا وضيوفي في الاستوديو التحليلي بالفوز 3-0 لصفاقس التونسي. ساعه كمان وتنطلق المباراه الختاميه، المباراه اللي على ضوئها سيحدد بطل البطوله. النادي الاهلي الاقرب، النادي الاهلي ليه اربع حظوظ انه يحصل على البطوله، في حين ان نادي مجمع البترول الجزائري ليه فرصتين فقط. اي فوز للنادي الاهلي باي نتيجه يفوز بالبطوله، انما او حتى لو ياخد شوطين من فريق مجمع البترول، ومجمع البترول عشان يكسب لازم يكسب 3-0 او 3-1. هنشوف مباراه كويسه، شفنا الجماهير بدات تحضر لارض الملعب، بعد ساعه من الان ان شاء الله ستنطلق المباراه. خلينا استعرض مع حضراتكم تشكيل النادي الاهلي وتشكيل مجمع البترول الجزائري. هنبتدي مع حضراتكم بتشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، عندنا رقم 7 مريم مصطفى وهي ليبرو الفريق، رقم 3 نور ياسين، رقم 12 فريده العسقلاني، رقم 9 شروق فؤاد، رقم 8 نهله سامح، رقم 5 اللاعبه المحترفه الاوكرانيه بصفوف النادي الاهلي كاترين شينيكوفا، رقم 18 باوليت ماكوتو اللاعبه الكينيه ايضا المحترفه في صفوف النادي الاهلي، رقم 1 آية الشامي، رقم 18 رنا الجوهري، رقم 13 نرمين المنشاوي، رقم 6 دانا شوقي، رقم 14 رحمة المهندس. خليني كمان استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني للنادي الاهلي. الجهاز الفني للنادي الاهلي، المدير الفني طبعا الكابتن الكبير حمدي الصافي، المدرب العام الكابتن ياسر صلاح، المدير الاداري ايهاب عبد المنعم، مخطط احمال رانيا عبد العزيز، المدرب المساعد ايمن فؤاد، اداري او مدير اداري كابتن مجدي بيبو، تاهيل واصابات دكتوره ايمان سليم، مشرف عام الكابتن ممدوح نوح. خليني كمان استعرض مع حضراتكم ايضا نتائج النادي الاهلي من اول ما بدا البطوله حتى التاهل للمباراه الختاميه. النادي الاهلي يوم الاحد 17 ديسمبر لاعب نادي سبورتنج المصري وفاز 3-0. الاهلي المصري لاعب كمان يوم الاثنين ثاني يوم 18 ديسمبر لاعب الصفاقس التونسي، ودي كانت مباراه عنق الزجاج الحقيقه، لان كان صفاقس التونسي لو كان فاز على النادي الاهلي كان حسم البطوله، كان المباراه كانت الساعه 6 يوم الاثنين وفاز النادي الاهلي 3-0. الاهلي المصري لاعب يوم الخميس 21 ديسمبر لاعب شباب 20 الصحافه السوداني وفاز ايضا 3-0. النهارده المباراه الختاميه النادي الاهلي بيلاعب مجمع البترول الجزائري، النتيجه ان شاء الله سنعرفها بعد ساعتين ونصف من الان. خلينا نقول النادي الاهلي فاز بكل مبارياته بنتيجه نظيفه 3-0، وده يدل فيدل على قوه النادي الاهلي. مباراه النهارده مباراه مهمه، النادي الاهلي عارف ان المباراه ما تقبلش الاسم على اثنين، لازم النادي الاهلي يكون النهارده قدها ان شاء الله ويفوز باللقاء. نتوقع ان شاء الله مباراه كويسه من الفريقين اكيد. خلينا استعرض مع حضراتكم ايضا قائمه فريق مجمع البترول الجزائري. رقم 1 سليمة حموش، رقم 2 كوهينا شتوت، رقم 3 زينب بن حمد، رقم 6 أسماء جبار، رقم 7 سارة بالحسين، رقم 12 مروة عاشور، رقم 13 ياسمين أدني، رقم 15 عائشة مزمات، رقم 11 نسرين مروان، رقم 9 جوهر قتوش، رقم 8 زهرة بن سليم، رقم 14 ليندا بوماج. خليني كمان استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني لفريق مجمع البترول. المدير الفني حكيمة بن ياسين، المدرب المساعد مالدوي مراد، المدرب المساعد بالحسن حكيم، مخطط أحمال عليوش. خليني أقول برضو ونستعرض مع حضراتكم كمان نتائج فريق مجمع البترول منذ انطلاق البطولة حتى الآن. المجمع البترول الجزائري لاعب صفاقس التونسي في مباراة الافتتاح يوم الأحد، الحقيقة كانت مباراة قوية جدا وتابعناها عبر شاشات النادي الأهلي، انتهت لصالح صفاقس التونسي 3-2. المجمع البترول خسر المباراة ولكن أدى أداء كبير، يمكن المباراة كانت من 5 أشواط، انتهى الشوط الأخير 15-11، بمعنى إن الفريقين كانوا قريبين جدا من بعض. المباراة الثانية كانت يوم أخذ الاثنين راحة، لعب يوم الثلاث شباب 20 الصحافة السوداني فاز 3-0.
مجمع البترول الجزائري ايضا لعب سبورتنج المصري في مباراه سبورتنج كان ند اغلب اوقاتها، ولكن انتهى اللقاء يوم الخميس 21 ديسمبر 3-0 لمجمع البترول الجزائري. النهارده مجمع البترول الجزائري والاهلي المصري برضه في انتظار النتيجه، ستتحدد بعد ساعتين ونص منذ الان. خليني اقول لحضراتكم معلومه مهمه، ان المباراه النهائيه للبطوله الماضيه في نسختها ال 18 اللي كانت على استاد القاهره ايضا كانت بين نفس الفريقين. النادي الاهلي كان بيلاعب مجمع البترول الجزائري السنه اللي فاتت في نفس الصاله تقريبا في شهر ديسمبر ايضا، وكانت شهدت حضور جماهيري كبير جدا، وفاز النادي الاهلي 3-1. النهارده طبعا المباراه بتتكرر لتاني مره. خلي بالكم معلومه مهمه ايضا، اغلب هذه الفرق ستشارك في بطوله افريقيا اللي هتكون في صاله النادي الاهلي، صاله عبد الله الفيصل الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هتكون في شهر مارس. شهر مارس هيشهد بطولتين كبار للكره الطائره، بطوله افريقيا للسيدات وبطوله افريقيا للرجال. نفس الفرق اللي احنا شايفينها سواء صفاقس التونسي او مجمع البترول الجزائري سيشاركان في بطوله افريقيا، واكيد هيكون معاهم فرق اخرى من افريقيا كينيه وممكن نشوف فرق كاميرونيه. خلينا استعرض كمان مع حضراتكم نتائج كل البطوله مع بعض. خلينا ابتدي بمباراه الافتتاح، كان الاهلي المصري مع نادي سبورتنج 3-0 للاهلي المصري. الصفاقس التونسي لاعب المجمع البترولي وانتهى بفوز الصفاقسي 3-2. دي كانت مباراه يوم الاحد. مباراه يوم الاثنين شباب 20 الصحافه السوداني قابل سبورتنج المصري، وسبورتنج المصري يعني فاز 3-0. الاهلي المصري لاعب الصفاقسي التونسي يوم الاثنين وفاز الاهلي المصري 3-0. دي كانت مباراه يوم الاثنين. مباراه يوم الثلاث شباب 20 الصحافه السوداني قابل المجمع البترولي الجزائري وفاز مجمع البترول 3-0. سبورتنج المصري قابل الصفاقس التونسي وفاز الصفاقس التونسي 3-0. الاربع كان راح لكل الفرق. الخميس مباريات الخميس ابتدت بالمجمع البترولي الجزائري مع سبورتنج المصري وفاز مجمع البترولي الجزائري 3-0. شباب 20 الصحافه لاعب الاهلي المصري وفاز 3-0. النهارده الجمعه كانت مباراه شباب 20 الصحافه والصفاقس التونسي وانتهت ايضا بفوز الصفاقس التونسي منذ لحظات 3-0. يبقى مباراه اخيره وهي على ضوءها سيتحدد بشكل كبير البطل. خليني اقول لحضراتكم معلومه مهمه ايضا، المركز الرابع والخامس قد حسم. نادي سبورتنج هو المركز الرابع والمركز الخامس هو نادي شباب 20 صحافه السوداني. المركز الاول والثاني والثالث ينتظر، هذه المراكز تنتظر المباراه التي ستقام كمان ساعه عشان يتحدد من صاحب المركز الاول ومن صاحب المركز الثاني ومن صاحب المركز الثالث. كل الاحتمالات وارده. سنتناول بالتحليل طبعا المباراه عن قرب، التحليل الفني وتوقعات ايضا ضيوفنا النهارده في الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي، وهيكون اكيد معانا مراسلنا من ارض الملعب عشان نشوف الاجواء هناك ايه. هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان استقبل ضيوفي كابتن منى عبد الكريم والكابتن محمد شعراوي وكابتن انجي الشامي عشان نتناول المباراه اكتر واكتر ونقول توقعاتنا ونقول افضل اللاعبين في البطوله ونتناول البطوله بشكل عام. هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان استقبل ضيوفي مره اخرى. شكرا جزيلا.